حديقة لطيفة موجودة بكندا تم بناءها وتصميمها وزراعة العديد من الأزهار الغريبة والنادرة فيها بألوان وروائح العطرة. حديقة بوتاشارت واحدة من أروع الحدائق الموجودة بالبلاد وبتضم أشجار قديمة وحوالي 700 صنف من الأزهار بتساعد بتسليط الضوء عليهم للزائرين من معظم أنحاء العالم. بنتقل نشوف كيف عم يكون الطقس. عم تبقى درجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 2 لـ 3 درجات مئوية وعم يكون الجو بالصحو والغائم جزئيا بشكل عام. استديم مخبر بالمناطق الشرقية والبادية والجزيرة. رياح غربية لجنوبية غربية معتدلة عم تنشط أحيانا وتصل سرعتها ل 30 كيلومتر بالساعة من رطوبة، فعم تتراوح بين 30 و60%، والبحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة الماء 26 درجة. من تالي طقس العاصمة دمشق اللي مكفي فيه الأجواء مشمسة وعم تسجل عليها 36 درجة. بالمحافظات السورية والحدود من المنطقة الجنوبية عم تكون الأجواء بسويدا كمان مشمسة وعم تسجل عليها 31 درجة. أما بدرعا فعم تتراوح بين 19 و34 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل عليها 30 درجة. رح ننتقل على المنطقة الوسطى على حمص وحما. بحمص عم تكون الأجواء غائمة جزئيا وعم تسجل عليها 34 درجة. أما بحما فعم تكون الأجواء مشمسة وعم تتراوح الحرارة بين 19 و37 درجة. الأجواء بالمنطقة الساحلية مكفي غائمة جزئيا بطرطوس عم تسجل العليا باللادية 29 درجة. أما بلواء اسكندريون فعم تسجل الصغرى 19 درجة. بالمنطقة الشمالية عم يكون الطقس بإدلب وحلب مشمس وعم تسجل العليا بإدلب 34 درجة. أما بحلب فعم تتراوح بين 21 و38 درجة. أخيرا حنروح على المنطقة الشرقية فعم يكون الطقس كمان سديمي مغبر بالرقة وعم تسجل العليا 41 درجة، والأجواء مكفية سديمي مغبر بالحسكة وعم تتراوح بين 26 و42 درجة. أخيرا بدير الزور عم تسجل فيها الحرارة العليا 42 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة وبخير.